أحد الثانوية العامة بتعلن مرة واحدة، مش بتعلن أكثر من ثانوية عامة، ثانوية للقديم وثانوية للجديد. أيوة. هي ثانوية عامة واحدة وقانون واحد. طيب أستاذ سيد، امبارح طبعا ناس كتير جدا استمعت لكلمات السيد الرئيس، خاصة في الجزئية المتعلقة بالثانوية العامة، يعني ده كان سؤال مهم والإجابة عليه برضو كانت إجابة وافية. ناس كتير كانت عندها حالة جدل ولغط حوالين نظام الثانوية العامة وفكرة التحول من نظام قديم لنظام جديد. أعتقد السيد الرئيس طمئن الناس امبارح وقال لهم طبعا ان احنا لابد ان احنا نتجاوز المرحلة السابقة وان احنا نحدث من شكل او المنظومة التعليمية بشكل كبير، خاصة الثانوية العامة، عشان تكون مواكب حتى للدول اللي هي متقدمة في المجال التعليمي. ازاي حضرتك ممكن تلمس رد فعل الناس حوالين هذه التصريحات، لان الوزير كان بيهاجم طول الوقت الحقيقة من جانب أولياء الأمور؟ أنا أقول لسألتك على حاجة، يمكن قبل كده لما حصل الجدال حوالين التابلت والامتحان الإلكتروني والامتحان الورقي، وجه الرئيس انتصر للطلاب أولياء الأمور وخلى الامتحان من خلال البابل شيت اللي هو الورقي وطمئن أولاد الأمور. فدايما الرئيس السيسي بينتصر دائما للمواطن، ودايما بيكون معاه وفي خط السير اللي هو فيه مصلحته. أيوة. وكان سيادة الرئيس وضح وبصورة واضحة جدا وطمن الناس ان احنا ما عندناش حد هيظلم من ولادنا، وان كل واحد هياخد حقه، وان نظام الثانوية العامة ده نظام لقياس القدرات الطالب. وهو حتى الكلام اللي انا قلت عليه سيادة الرئيس كان انا واخده منه، هو قايل ان الترتيب حسب المجاميع، يعني وما فيش طالب ما لهوش مكان. أيوة. في الجامعة يعني، وكان واضح في هذه الكلمة، كل الولاد ليهم أماكن في الجامعات. وفي نقطة معاك بعد أطمن عليها أولياء الأمور والطلاب، إن الأماكن المتاحة عندي جامعات كتيرة وكليات جديدة دخلت الخدمة السنة دي، فالأماكن إن شاء الله هتكون متوفرة. فعايز الناس تطمن، وزي ما قال الرئيس إن الدولة مش هتظلم حد من ولادها، وكل واحد هياخد حقه بإذن الله. أنا سعدت جدا بوجودك معنا أستاذ سيد طبعا.